حاكما وكان واقلا غاية الدقيقة الثامنة من انطلاقة الشوط الثاني. هاي الركنية من ساكا، هاو الخطأ المرتكب هنا. يا فان هيكي، فان هيكي هو الذي مررها لجابرييل جيزوس، هرب من المراقبة في القائم الثاني، وجد الشباك فارغة ضرب ودخلت جول 1-0 لأرسنال أمام برايتون في الدقيقة الثامنة من انطلاقة الشوط الثاني. جول يا جابرييل يا جيزوس، جول. الآن راح يخرج عناصر برايتون، الآن راح نشوف متعة أكبر، الآن راح نشوف مفتوحة الآن.